السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زي ما قلتكم في فيديو شرح موضوع السنسور الحساسات اللي بتلاقيها موجودة في الموبايل كرين ده، مثلا موبايل كرين 200 طن. اول حاجة بننبه عليها وهي الحساسات الموجودة على الاوت تريجرز. دي الاوت تريجر طبعا هي داخلة دلوقتي، دي الاوت تريجرز بتاعتنا. بيبقى فيها حساس ميزان للونش، الليفل بتاع الونش، ويبقى فيها حساس ضغط. طبعا احنا قلنا الاول ليفل، معنى كده ان هو بنكيبت ليفل وزن 1% من المساحه المتعرض ليها، سواء الباده الريجرز نفسها، سواء المساحه الكليه اللي بيبقى واقف عليها كرين لو واقف على الكاوتش، تمام. فبتلاقي ليفل دايما او حساس لموضوع الليفلنج او ان هو يبقى الكرين مستوي. تاني حاجه في الاوت ريجرز بتلاقي حساس على الضغط الوزن. طبعا هو في وقت معين شايل حمل، بيبقى كل ركيزه شايله حمل كذا، والكمبيوتر بيبقى قاري ومترجم ان الحمله دي المفروض تبقى عليها ضغط بنسبه معينه بقيمه كذا. لو قلت عليها معنى كده ان بتاعتها ديت هتقلب، هتطلع لفوق، هتسيب الارض، هيتقلب الكرين، هيبدا في الانقلاب. فبعد كده يحس يقوم يوقف لك، ده يديك انذار يقول لك خلي بالك، لا ده الركيزه دي بتعوم، فتقوم تاخد الاحتياطات بتاعتك او الاكشن بتاعك، تمام. بعدها عندنا موضوع البكره دي احنا شايفينها اللي هي الصغيره دي، دي على موضوع فرد الوصل. تدي اوردر للوصل ان هي تفرد من خلال الكمبيوتر طبعا والراجل المشغل، وبتقيس لك طول البوم المفروض. انا دلوقتي اصلا الكرين جوه في الكمبيوتر بيبقى عارف هو ثري طول بوم قد ايه وانا بطلع اقيسه. لا طبعا، هو عنده نسبه ثابته من موضوع العجوزه او الوصل العجوزه اللي هي دي. بعد كده نسب فرد الوصل زي ما احنا شايفين ورا اهو، ماشي اهو، اهو ماشي كده مع الوصل دي. دي الوصل بتفرد، تفرد بنسب معينه وبطول معين اللي هو الاوردر او الكود اللي هو حاطهوله. فلما تفرد بالتالي بتاخد جزء من الواير ده، بتسحب طول من الواير ده، بتترجم مع الكمبيوتر بيقول لك الطول بتاع البوم الكلي المستخدم، تمام. امال ايه البكره الكبيره دي؟ البكره الكبيره دي عشان الفلاي جيب، التحكم الهيدروليكي في حركه الفلاي جيب. طبعا ده البوم الرئيسي، بعد كده ممكن استخدم الفلاي جيب الوصله الاضافيه اللي هي دي. ثانيه واحده اهي، اللي هي دي، دي الفلاي جيب او الوصله الاضافيه بستخدمها ليه؟ عايز طول زياده، عايز ارتفاع زياده، عايز طول زياده للبوم، عايز اخش اطلع فوق بيلدنج وخايف البوم يخبط فيه، فبالتالي انا محتاج حاجه تنيم لي زاويه اللي هي دي، لان يعني ديت مش بس طول، ده زاويه كمان. بس طبعا بتبقى احمال خفيفه وبيبقى لها جدول احمال معين وتركيب معين من خلال البيفوت ديت او السبورتات ديت، وبيتم معايرتها واستخدام الجدول الاحمال المخصص ليها. ايه تاني؟ طبعا عندك الاند تو بلوك سيستم، مانع التصادم زي ما احنا شايفين ده، لما يخبط في ده بيقع. طبعا اثناء الباركينج هو بيعمل تجاوز وبيتم، بس اثناء التشغيل قبل ما يشغل بيعمل تيست على النقطه دي يومي او كل شيفت. زي ما احنا شايفين الاند تو بلوك سيستم، قبل ما ده البلوك ده او الهوك بلوك ده يخبط في الريف اللي هنا او في البكره اللي هنا، يحصل دامج ليها او يحصل دامج هنا او يحصل دروب في اللود اللي شايله، بتلاقيها واقف على مسافه معينه. المسافه دي كام؟ اللي هي طول السلسله دي. وطبعا طول السلسله دي بتبقى تحديدا من خلال المصنع، ما تتجاوزهاش ما تقللهاش يعني غير بالرجوع للمصنع في حاجات حرجه جدا يعني، تمام. يبقى ده الانت تو بلوك سيستم، متاكد ان هو يومي شغال، تمام. بعد كده سنسور الرياح، ده الرياح، ده الانوميتر اللي بيقيس سرعه الرياح اللي بتعرض لها الرفعه، لان الرفعه كمانيفاكتشر في جدول الاحمال بيقول لك في الوضع ده اللي هو من ارتفاع معين يعني اللي هو طول بوف زي ما قلنا وريدياس، بيقول لك ما ينفعش يتعرض رفع دي عن كذا مثلا 35 كيلو متر على الساعه. طيب لو الدوله اللي انت شغال فيها بتقول لك لا هو 30 اللي عمال رفع، يبقى هي لازم 30، يبقى لازم تاخد بالقيمه الاقل. فبالتالي انا عايز اعرف الرفعه المتعرضه في الوضع ده بتعدل سرعه دي من خلال ده اللي احنا شايفينه ده اهو، تمام. طب يتقرا ازاي؟ بيترجم ازاي؟ شايفين البوكس ده اهو، هتكبر اهو البوكس ده، فيه شويه حاجات، فيه طيران. يعني ايه طيران؟ يعني بيدي اشاره للطيران المنخفض وهو شغال مثلا في الرؤيه الليليه. شايفين اللمبه دي اهي، بتلاقي بتنور وتطفي، والمكان ده بيتحط فيه فلاشر تاني زياده عشان برده بيدي انذار او ورنينج او تحذير للطيران المنخفض. فالبوكس نفسه اللي احنا شايفينه اهو بتاع الاشارات ده بيبقى فيه النقطه دي. وفي ايه كمان زي ما احنا شايفين اهوت؟ في موضوع الرياح اهي، العلامه دي اهي، علامه الرياح اهي. يبقى دي الطياره، الطيران دي الرياح. وبعد كده موضوع الصاعق الكهربي، ليه بقى؟ لان هو في لايتنج بروتكشن ضد الصاعق، الصواعق والبرق والكلام ده كله.
بعدها موضوع الفلاي جيب، التحكم في الفلاي جيب، موضوع الزوايا زي ما قلنا، وان هو يطلع وينزل بالفلاي جيب كزاويه يعني. تمام، يبقى البوكس ده فيه كل